استقبل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة. استقبل الدكتور عمر بن عوض الرواس الأمين العام للمجلس العربي للتخصصات الطبية. وخلال اللقاء تم بحث مجالات تعزيز التعاون الثنائي بين المجلس العربي للاختصاصات الصحية والمجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية بما يخدم التطلعات المشتركة. أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة حرص مملكة البحرين على دعم مسيرة المجلس العربي للتخصصات الصحية بالتوازي مع جهودها نحو تعزيز التعليم الطبي والخدمات الصحية، مثنيا معاليه على الكفاءات البحرينية التي تخرجت من مختلف البرامج الرائدة التي يطرحها المجلس وبدورها في الارتقاء بالقطاع الصحي في مملكة البحرين. من جانبه أشاد الدكتور عمر بن عوض الرواس بكفاءة البرامج التدريبية وتميز نتائج الأطباء البحرينيين المتقدمين في امتحانات المجلس العربي للتخصصات الصحية.